السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي على قناتكم قناه بي بوبجي تي في. المهم اخوتي اخواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكاع الناس اللي كتابعنا شكرا شكرا لكم بزاف بزاف. المهم اخوتي اخواتاتي، البارح كنت لعب في فري فاير مع شي اشخاص، مع شي اصدقاء ديالنا. المهم بعد ملي كنا لاعبين دخلت بقيت لاعب في الجيم، كل واحد فيهم جا الدراج. المهم قوه السكوادات ما عندي كنعرف الهيرويك اخوتي. المهم ملي بقيت لاعب شي شويه هدايا، بقيت كان هذيك بقيت كنجبر صحاب الهاكر، صحاب الناس اللي مهاكين لعبه فري فاير. وتصور مع راسك يا اخو ما كيبانش في لعبه فري فاير، مره ما كاينش، مره وشي تهكير العجبه اخوتي، والله العظيم العجبه. وهذا ما عاد وصل معاه من الهيرويك، ما عندي كيفاش، واخا تحاول تبغي توصل معاه من الهيرويك ما عاد وصلش معاه من الهيرويك. المهم الدراري الدراري سبق لي شرحت لكم الطريقه ديال الهاكر الاختفاء، انما ما كتختفيش مره، هذه مختفي مره، ما كتبانش مره مره مره، ماشي زعما تقول مره ما كاينش ما كتبانش. المهم اختي خواتاتي، خليكم مع المقطع ونكتب شويه المقطع في هذا الفيديو هذا يلا الدراري، واللايك لايك لايك للفيديو باش نوصلوا اكبر عدد من اللايك. المهم اخوتي اخواتاتي، كما قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو، كنت لاعب مع الاصدقاء ديالي، وما دوما الاصدقاء اللي طلبوا لي اللعب معاهم. المهم بقينا لاعبين هدايا واحد الساعه، بقيت معتزل لي ميدا شويه، وكنجبر واحد صاحب الهاكر. المهم واحد خانه مهاكي لعبه فري فاير، وخطير خطير هذا الهاكر هذا اخوتي اخواتاتي، والله العظيم هذا الهاكر هذا اللي المهم شي حاجه اللي بغيت انا، قلت واو اخوتي والله العظيم قلت واو، كيفاش يا اخو لاعب وما كيبانش مره ما كاينش مره، ما كاينش، ما تقوليش ما كاينش مره في فري فاير. المهم لا راكب شي سياره ولا شي حاجه تقدر تعرفوا، باش عرفتوا باش شفتوا باش عرفتوا باللي ما كاينش، باش كاين تيبي الدقيق ياخذ كثير فيك ما تعرفوا حتى ما كثير. المهم انا باش عرفتوا ما كاينش، المهم باش عرفتوا انا ما كاينش، كان ماشي راكب موطور، فهمتي موطور ماشي بوحدو. المهم ديك الشيء العجيب والله العظيم العجيب، وتيريت فيه ما بغاش يرجع لعندي، واخا نشوفو ديك الهاك كيفاش عامر، ولكن زاد هو فهمت. المهم هذيك الطريقه هذيك اخوتي اخواتاتي، كنت سابق لي قلت لكم راه كاين واحد التطبيق اللي كيمكنكم ديك التهكير ديال كيبقى شويه في الانترنت وما كتبقاش يتبان، ولكن ما كيبقاش يتبان الناس اللي لاعبين في الجيم هذا، ما كيبانش مره، ما كاينش كما راه ما كاينش مره اخوتي اخواتاتي، راه السيد ماشي بالموتور بكسيري لعلك ما كاين والو. ويب دراري اللي خايف على راسو، هادي احسن تنقيزه، شو كذهبت كتجي على الشجره من الفوق، هادي احسن تنقيزه. شحال من واحد كنلعبو انا وهو فهمتي، كنلعبو الراك وكدا، هادي كيقيو زعما بحال اللي زعما جديدين فهمتي. هاي بعد الدراري اجي نزلو بعيدين شي شويه، راه كاين صحاب الهاك وكاين الناس اللي معاك، يا التحديد الاخر يقول لك لا نزل هنا وكدا، وهادي باش كينزلو كسمع الطرين طرين طرين الجروب خرجو لساكن كيطيحو في الراك. المهم ديما خاصكم واحد يبقى شديو دايدا حتى الاخر. المهم هاد الفكره هادي كنديرها ولا واحد خرج وجا عندي شتي مشى يشوف الدراري واقيلا يجوج. المهم كتنزل وكننزل فوق الشجره، ما يجبرك حتى شي واحد، ما يجبرك لا هاكر ما يجبرك حتى شي واحد، واخا يكون اي واحد كيدور تحت ديك الشجره ما يجبرك شي، نكون على لايقين كما كتشاهدوا اخوتي اخواتاتي، ما كنبانش مره، وفي وسط الدائره في وسط الخريطه، في وسط الخريطه، ماشي زعما تقولوا واخا يجي اي واحد مهاكي لعبه فري فاير ولا شي حاجه ما يجبرك شي، الا الا كان عامل لك ديك الطريبه فوق راسك كيبان طويل يقدر يجبدك، هادشي اللي كاين، اما هنايا ما تقدر ما يجبدكش. المهم اخوتي اخواتاتي، الا كنتو عاوتاني شحال واحد كيقول لي اخي زور خصني نتواصل معاك، خصني نتهاود معاك، خصني كدا كدا. المهم هذا هو الانستغرام ديالي، غنخلي لكم اللينك الانستغرام تحت، المهم اللي بغى يتواصل معنا في الانستغرام خليك، هذا هو الانستغرام ديالي اخوتي اخواتاتي زور العلم خيطار، المهم ما نخلي لكم اللينك تحت اللي بغى يتواصل معنا الانستغرام اخوتي. المهم كاين بزاف ديال الاشخاص كيقول لك الانستغرام، وكيما جاتو اخوتي اخواتاتي هاد الخانه هذا دخل لهاد الدار، شوف دخل لهنا، بغينا نخرجوا من هنا، بغينا مبغاش يخرج، خرجنا من هنا بالشليط، ما كاينش شي حاجه، والله ما عرفناش حتى فين مشى، واش حتى هو ما عرفناش واش عندي كو هاكر، والله والله ما نعرف ولا حام فينا ولا ما هانتوما خوتي هنا منس كنا لي ارجع شوف لا بغيتي هذاك الفيديو شوف طلنا رجعنا خرجنا صافي بقينا كندورو غير انا نشوفوه ما بيخرج ليه ما خرجش سيبنا واحد القنبله كما كتشاهدوا عليه بحال هيدا هانتوما خوتي من بعد هذاك هذيك ما خرجش مره ما كاينش مره ما عرفناش فين غبر وحنا الله كنا شفناه ليه خرجنا نذكر
وفي الراك كاين ملي حتى كنت لاعب الراك اي واحد كيسبق ماتش يشوفك، لا تشافك هو الاول مشيتي فيها ولا شفتو انت الاول مشى فيها، مش فهمتي؟ لا شفتو انت الاول غير زعم عليه، حيت كيكون عاطينك الاولويه في كل شيء في بزاف ديال الاشياء، ولا تشافك هو الاول غير هرب غير علق، صافي غير علق، ما كاينش فيها الشك. المهم ولا شفتو انت الاول راه كيكون هذيك. المهم الدراري هنا فيك اخوتي اخواتاتي، هنا فين هنا فين جاز ديك صحاب ديك ديك اللي مها كيلعب فري فاير. ها هو شفتو اخوتي والله العظيم، ها هو شو الموتور كيز بوحدو، شفتو ها هو شفتو ايه شو رجع الفيديو عاد لقى والله الموتور ماشي بوحدو اخوتي، شتي لا هكر هكر اسطوري يا اخوتي اخواتاتي، موتور ماشي بوحدو صافي مكسيري، وهذا شي ما توصل معاه مثلا للهيروي، ها موتور ماشي بوحدو ومهاكي لعبة فري فاير، دابا ده مهاكي آخر تحديث. الدراري انا اول مره كنشوف هادشي هذايا في لعبه فري فاير، وسبق لي وريتكم الطريقه، كاين التطبيق هذا رجع اخر فيديو اللي لحقتكم حول التهكير لعبه فري فاير، عاد لقاو واحد التطبيق في اللينك ديالو اسفل الفيديو، عاد تيليشارجيوه وعاد نقصوه في الشبكه ديال الانترنت ديال فري فاير، وعاد اختفوا اخوتي اخواتي الهاكر معروف. المهم الدراري طلعوا لي راسكم، وكان معكم زهير، وما تنساوش اللايك كومونتير بارطاجيو هذا الفيديو. السلام عليكم اخوتي اخواتي.